أحيانا منحس إننا مثقلين بالتعب وبالهموم وبالتراكمات وبالأحزان، وحتى نطلع من هاي الحالة وعشان كمان نعيش حياتنا وما نكون أسرى للمشاعر والأفكار اللي ما بتخدمنا، علينا كل فترة إنه نعمل عملية تطهير. التأمل اليوم هو عبارة عن حمام طاقي إنجاز التعبير. اقعدوا بمكان هادئ ومريح، ووقفوا الاوديو شوي اذا وروحوا جيبوا كاسة مي، عبوها مي وحطوها جنبكم بجانبكم، عشان بعد لما تخلصوا التأمل تشربوا المي ضروري. ويفضل الغرفة تكون بإنارة خافتة أفضل عشان التأمل، وإنه يكون ظهركم الظهر مستقيم عشان تستقبلوا الطاقة بشكل سليم. الآن قعدتوا بالمكان المريح، المكان اللي بتحبوا أكتر شي تعملوا تأمل فيه، مكانكم الخاص، مساحتكم الخاصة. اعملوا الآن على استرخاء جسمكم بالكامل، يعني إذا كنتوا قاعدين على كرسي أو على سريركم، لكن زي ما قبل شوي حكيت إنه لازم يكون ظهركم مستقيم. واعملوا الآن على استرخاء جسمكم بالكامل عن طريق التنفس من الأنف، إنه يكون الشهيق والزفير من الأنف، الشهيق 3 ثواني واحبسوا النفس لمدة 6 ثواني والزفير لمدة 9 ثواني. ولما تعملوا استرخاء جسمكم بالتنفس، بلشوا بالاسترخاء من أعلى راسكم وانزلوا شوي شوي نزولا لجسمكم ومن ثم إجريكم، واسترخوا تماما، اسمحوا لجسمكم إنه يسترخي تماما. ورح أعطيكم 2 دقيقة تعملوا التنفس الاسترخائي، وعدد مرات التنفس يعني بهدول 2 دقيقة، وتذكروا إنه الشهيق 3 ثواني وحبس النفس 6 ثواني والزفير 9 ثواني.
الآن إن إجتكم أي أفكار اسمحوا لها بالعبور واحكوا لعقلكم الواعي. الآن مش دورك، أخليك على المقعد الخلفي. أنا الآن بمساحتي الخاصة، بمكاني الخاص. وجسمكم الآن بيكون مسترخي تماما بعد لما عملت التنفس الاسترخائي. والآن تخيلوا حالكم بجزيرة، ممكن تشوفوا حالكم أو تحسوا حالكم بإحساس أو كمعرفة إنكم بهاي الجزيرة. بتشوفوا بالأفق كهف كبير، روحوا عليه. يمكن تترددوا انكم تدخلوا للكهف، لكن اعرفوا وطمنوا حالكم انكم بأمان وبمعية الله وحفظه. ادخلوا الكهف ورح تلاقوا فيه كريستالات من كل الألوان ومن كل الأحجام، لكن أكثر كريستالات موجودة فيه هي الأمثست أو الجمشت اسمه الثاني، والألماس. ضلكم امشوا بالكهف الكريستالي لحد ما تلاقوا بحيرة. هاي البحيرة فيها مي بتتلقلق وفيها كمان شلال. أول شي انزلوا البحيرة واسبحوا فيها. حسوا بالمي بتغسلكم. ولما توصلوا للطرف الثاني منها، للضفة البحيرة الثانية، رح توصلوا للشلال. هذا الشلال مش مكون من المي، هو مكون من اللهب البنفسجي. هذا اللهب مطهر، بيعمل على التطهير. اوقفوا تحت الشلال، شلال اللهب البنفسجي، وخلوه يغسلكم من راسكم لحد اجريكم، وخلوه يغمر كل كيانكم. حسوا بكل اجسادكم تتطهر وبتغسل كل الشوائب. هذا اللهب بيغسل كل الشوائب منكم ومن أجسادكم. استشعروا اللهب البنفسجي اللي هو عبارة
عن خيمياء بيعمل على التحول، وحسوا بالتحول هاد بكل ذرة من كيانكم. وبخلال هاي العملية، عملية التحول، وانتوا واقفين تحت الشلال، العملية الخيميائية، رح تشوفوا على يمينكم أو على شمالكم أو قدامكم أمامكم أو حتى ممكن فوقكم، رح تشوفوا تنين، ممكن يكون واحد أو ممكن يكون أكتر من تنين. هذا التنين بينفث بلهيبه كل شي بضركم وبيبعد عنكم، إن كان هالشي قوة ظلامية أو أي شي ما بيخدمكم. وحسوا بلهيب التنين بلف حواليكم، وحسوا طاقتكم وهالتكم تنغسل وبتتطهر، سواء من اللهب البنفسجي وكمان من لهب التنين، من الطاقة المطهرة. وحسوا حالكم بعد التطهير بشعور الخفة، شعور جميل، شعور كأنكم طايرين بالسماء. وعشان ما نسمح لدخول أي طاقة ما بتخدمكم بعد الآن، هلأ حسوا أو تخيلوا نور لونه أزرق بلف حواليكم. هذا النور الأزرق هو تدرع طاقي، تخيلوه حواليكم، حوالين هالتكم. والآن تخيلوا أو حسوا نور ذهبي. هذا النور، النور الإلهي، النور السماوي، النور المضيء اللي بينير أي عتمة. هذا النور اسمحوا له إنه بيتغلغل، إنه يتغلغل بكل ذرة، بكل خلية. بكل ذرة وبكل خلية من جسدكم. وبعدين اسمحوا له إنه يحيط فيكم، يحيط بكل أجسادكم الطاقية وبهالتكم. وهذا النور الذهبي بيكون فوق النور الأزرق أو حول النور الأزرق. فأنتوا هيك هلأ الآن أصبحتوا عبارة عن جسم نوراني بالكامل، بالنور الذهبي فيكم وحواليكم، وداخل النور الذهبي بلف كمان النور الأزرق حواليكم، نور الحماية. انتوا الآن كلكم نور بلف حواليكم، النور الأزرق
وفوق النار، فوق النور الأزرق النور الذهبي، طبقات من الحماية والحب، الحب الإلهي. أنتوا بأمان ومعية الله. رح أترككم الآن دقيقة واحدة عشان طاقة التطهير والحماية والحب تتثبت فيكم وتترسخ فيكم بجسدكم وكل أجسادكم الطاقية. الآن ارجعوا لوعي اللحظة الحالية وللغرفة اللي انتوا فيها، وحركوا أصابع ايديكم واجريكم بهدوء، ولما تكونوا جاهزين فتحوا عينيكم واشربوا المي اللي كانت بالكاسة اللي حطتوها قبل التأمل. وانتم مستشعرين النور الإلهي الذهبي والأزرق،